ينضم معنا من الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخالدي المحلل السياسي والسوداني للحديث عن دلالات إعلان رئيس المجلس الانتقالي السوداني تشكيل جسم جديد يحمل اسم شركاء الفترة الانتقالية. مرحبا بك بداية دكتور عبد الرحمن الخالدي. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يعلن رسميا تشكيل جديد يعني باسم شركاء الفترة الانتقالية، هذا الإعلان ماذا يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بقناة الراتبين ومشاهدي قناة الراتبين، حياكم الله دكتور. هذا القرار يعني واضح من خلال تفاعلات الشارع السوداني انه قرار يعني مرفوض، يعني مجلس شركاء برهان هذا مجلس مرفوض، هو يعني استند على المادة 79 والمادة 80 في المسيرة الدستورية التي أصلا هنالك خلاف، يعني هذه المادتين هاتين المادتين جاءتا كتعديل في الوثيقة الدستورية ولم يكن يعني يوافق عليه الجميع، يعني ذات الإخوة في المجتمع المدني وكونفدرالية المجتمع المدني التعديل كان مرفوض. المادة 80 دعت إلى إنشاء مجلس الشركاء الفترة الانتقالية الذي يتكون من أطراف الاتفاق السياسي السابق في السودان، سواء كان مكون عسكري والإضافة إلى رئيس وزراء وجماعة السلام وجماعة الحرية والتغيير. لكن تكوين هذا المجلس اصلا اتى معيبا لم يتفق، لم يكن هنالك اجماعا توافقا على تعديل الوثيقه الدستوريه في الماده 79 و80 التي يستند عليها القرار رقم 511 لسنه 2020. هذه النقطه، هناك اتهامات للبرهان بان هذا الاعلان هو محاوله للانقلاب على المرحله الانتقاليه، وهو طبعا ما نفاه. الى اي مدى يمكن القول ان ما يجري ليس انقلابا بالفعل؟ يا سيدي الكريم، واضح ان الامر هو مصيبتنا في السودان جماعات المصالح والاحزاب السياسيه عندنا هي احزاب هشه وما ليست الا هي جماعات مصالح وليست جماعات تخدم الوطن وتخدم المجتمع. فنفس الجماعه الذين اتفقوا على تعديل الوثيقه الدستوريه هم موجودون ضمن التشكيل في مجلس الشركاء هذا، جماعات من الاحزاب السياسيه وكان المؤتمر السوداني هو حزب الامه والاتحادي او تجمع المهنيين، فهنالك يعني اصلا قبض على بعض الاشياء وذلك يعني شيء يعني سيء ويكرس ديكتاتوريه الجماعه، ديكتاتوريه الفرد يعني اكثر من ديكتاتوريه الجماعه، وهو امتداد لممارسات الحزب الحاكم السابق، يعني ليس الا ذلك امتداد لتلك الممارسات. لكن يعني ما الحاجة لهذا التشكيل الجديد؟ يعني أهداف هذا التشكيل الجديد، هل يمكن أن يكون محاولة لضم شركاء جدد؟ ألا يمكن أن يكون إيجابيا لنوع ما؟ كيف يمكن أن تصف هذه النقطة؟ هو كفكرة وكآلية مجلس شركاء داعم كآلية وكفكرة قد تكون فكرة سليمة، لكن لما تأتي في حيثيات واختصاصات هذا المجلس تجد أنه من اختصاصاته أن يقود الفترة الانتقالية، وذلك يعني أنه مجلس سلطة، يعني مجلس سلطة انتقال، لا تدري هل هو حل، لم تأتينا إجابة هل هو سيحل بحل المجلس السيادي الحالي أم هو سيأخذ سلطات أكثر، يعني هنالك الكثير من الأشياء الباهتة التي تحتاج إلى تسليط الضوء، تحتاج إلى توضيح أكثر. يعني والإخوة والمحتضرين لهم الحق في الاحتراز ما المطلوب هنا دكتور، ما المطلوب من ضمانات من العسكر يمكن ان تكفل عدم استئثارهم بمجلس السياده والحفاظ على المرحله الانتقاليه؟ يعني مطلوب اول شيء ان يذهب الناس فيما اتفق عليه اولا، لماذا الى الان لم يتم تكوين البرلمان والمجلس التشريعي؟ هذه يعني أسئلة مهمة، لولا لهم مصلحة في ذلك لما تأخر تشكيل هذا البرلمان، وهذا لماذا يريدون دمج كل السلطات التنفيذية والتشريعية تكون بيد هذا المجلس الشركاء المرفوض من الشعب؟ يعني
لماذا يعني هذه كلها التساؤلات تحتاج إلى إجابة. يعني المجتمع المدني جميعه يرفض هذا القرار الكاذب، يدعو الالتفاف حول أهداف الثورة التي من أجلها قامت الثورة وخرج الناس إلى الشارع. كلها يعني تساؤلات غريبة وأشياء يعني باهتة، وما زالت الأوضاع لا تراوح مكانها. الإنسان البسيط في الشارع دكتور، هنا الشارع السوداني هل سيقبل هذه التغييرات في التركيبة السياسية التي أنتجتها القوة المعارضة والتي وقعت على اتفاق السلام؟ سيدي، مثل ما حكيت معك سابقا، يعني هذا الأمر هو ليس إلا تحالف جماعات مصالح، جماعات سياسية مع المكون العسكري، مع يعني تحالف سلطة، يعني لا يخدم الشارع ولا يخدم قضية الوطن. قضايا السودان، الفقر، الكوارث، يعني كثيرة، يعني لا يخدم. والمشكلة إن الشركاء، بعض الشركاء وافقوا على تعديل الوثيقة الدستورية في المادة 79 و80، هنا ينطبق المثل على نفسها جناح براقش. وكيف يعني الناس تستطيع أن تسجل الاعتراضات وهم وافقوا على وضع معيب؟ سواء كان من جميع الشركاء هنالك وضع معيب يحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى الوثيقة الدستورية نظر فيها وإلى تعديل، تحتاج إلى إشراكة حاضر المصلحة الفعليين، الشعب السوداني ويعني المجتمع السوداني يحتاج أن يشكر في مثل هذه الأشياء. شكرا لك دكتور عبد الرحمن الخالدي المحلل السياسي السوداني.